معنى كلاسفول. يمكن احنا كنا قلنا عليها المره اللي فاتت كلاسفول اي لا يرسل الصدمه كلاسفول. البروتوكول اللي احنا كنا شغالين عليه من المره اللي فاتت اللي هو الريب كنا بنقول عليها سعيد كان كلاسفول يعني لا يرسل صدمه مصر. دونت سند صدمه مصر. ما بيبعتش صدمه مصر، بيبعت الشبكه. طبعا كل شبكه لها الاي بي بتاعها والمصر بيبعت الاي بي وما بيبعتش المصر. هل دي ممكن تعمل مشكله؟ دي ممكن تعمل لك مشكله كبيره جدا. عشان تبقى المشكله يا احمد تعالى نفسرها على الرسمه اللي احنا حاطينها على السبوره. تخيل ان الشبكه اللي انت مروتها دي متروته بالريب، بس الاول اعرفك على الشبكه. ملاحظ ان هنا قايل لك 10.0.0.1/29 10.0.0.2/29/3/29. ملاحظين ان انا مستخدم هنا الشبكه 10، مستخدم برضه هنا الشبكه 10، 10.0.0.9/29 10.0.0.10/29 10.0.0.11/29. اللي انا عامله على السبوره ده طبعا الى جانب ان 11 12 13 14 اللي انا عامله على السبوره ده صح ولا غلط؟ اللي انا عامله على السبوره الشبكه 10 كتبتها هنا ورجعت كتبتها هنا صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح صح يا ابو عصام صح محسن غلط ايه صح معلش صح انا كنت بقول انا كنت بقول غلط طب صح ليه؟ قولوا صح صح ليه؟ صح واحد يقول لي طب يا باشمهندس الشبكه 10 السؤال بقى لو الرد الطبيعي يقول لي غلط ليه؟ يقول لي الشبكه 10 انت استخدمتها هنا ما تقدرش تستخدمها هنا تاني ومين قال لك ان دي 10؟ ما دي 10 ودي 10 حضرتك بص للماسك سلاش ده هو الديفولت بتاع الشبكه 10 سلاش 8 اللي هو 255.0.0.0 طيب اللي انت عملته سلاش 29 طب حد يعرف يقول لي يعني معنى كده انك مقطع الشبكه الكبيره لشبكات صغيره طب حد يعرف يقول لي ده هنا مقطع على كام؟ تقطيعتك على كام؟ امسك ال 29 وافردها فاكرين حصه السبنتنج امسك ال 29 ده الماسك كام؟ 255 كده كام واحد؟ 24 واحد فاضل له كام واحد عشان فاضل له خمس وحايد عشان يبقى خمس 1 2 3 4 5 ودي ايه 3 اصفار الرقم ده بكام يا شباب لو تفتكر 248 جدع عشان تحسب بقى الهوب كاونت الهوب كاونت الرقم الغريب او 256 ناقص الرقم الغريب 248 تدي كام يبقى النوت بكام يعني اول شبكه 10.0.0.0 سلاش طب سلاش 29 عشان عدد الوحايد دي الشبكه الثانيه 10.0.0 ها صفر هتنط 8 صفر و8 8 وهكذا 8 و8 16 انا جيت بقى الشبكه 0 يا حسين اخدت منها الاي بي 1 2 3 وحطيتهم هنا يعني افهم كده ان الناس دي كده تبع الصدمه 10.0.0.0/29 وجيت للشبكه 10.0.0.8 وخدت منها 9 و10 و11 وحطيتهم هنا يعني افهم من كده يا حسين برضه ان الناس اللي هنا دي تبع الصدمه 10.0.0.8/29 مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ مفهومه جدا طيب يعني اللي انا عامله صح مش غلط طيب خلينا بقى ايه؟ نكمل شغل انا كتوزيعي او كتقسيم للشبكه تقسيم زي الفل مفيش مشكله دي شبكه ودي شبكه دي صدمه ودي صدمه دي صدمه 10.0.0.0/29 ودي صدمه 10.0.0.8/29 روتهم بالرب يا احمد والرب نظرا لانه كلاس فول فالراوتر الايه ده هيبعت الشبكات اللي عنده فيقول لهم يبعت لبي ويبعت لسي طبعا وبي يبعت لسي وسي يبعت لدي يقول لهم ان انا عندي الشبكه 10.0.0.0 اللي الماسك بتاعها كام؟ 29 ما يبعتش الماسك لانه كلاس فول كلاس فول يعني ايه؟ يعني ما بيبعتش الماسك مش هيبعت الماسك تلاقيه يبعت للراجل ده والراجل ده يبعت للراجل ده يقول له ان الشبكه 10.0.0.0 تقدر توصل لها لو خرجت من سيريال 0 فطبعا تقدر توصل لها بالبروتوكول اللي اسمه الريب هتنط كام نطه يا راجل يا طيب؟ نطه 2 وصلنا يبقى عن طريق نطتين من سيريال 0 طب هو بقى الراوتر ده
يسجل ان هو شايف الشبك ده 10 0 0 0 سلاش كام يا شباب؟ سلاش 29 ولا كام؟ طب واحد يقول لي اه سلاش 29، ما حضرتك الراوتر ده بعت الماسك بتاع الشبكه، ده هو بعت اي بي الشبكه بس. نظرا لانه بعت اي بي الشبكه يقوم الراوتر اللي هنا سي ده يشغل مخه. الشبكه 10 دي اصلا كلاس ايه؟ ايه ولا بي ولا سي؟ ايه؟ يبقى الديفولت ماسك بتاعك يا عبد المحسن. اوجع دماغي ليه؟ لو الراجل صاحبها ما بعتش الماسك. ادي اول حته. الحته الثانيه الراوتر اللي هنا ده يا شباب عنده الشبكه 10 0 0 8 يقوم باعت الشبكه 10 0 0 0 من غير ما يبعت الماسك بتاعي. لان لو بعت 10 0 هو يبعت 10 0 0 8 ما بعتش الماسك يقوم الراجل ده يشوفها كام؟ 10 0 0 0. طب يا ترى هي المفروض اصلا 10 0 0 8 سلاش 29. لما الراجل ده يبعت ده هيشوفها 10 0 0 0 نظرا لانك ما بعتش الماسك، مش هشوف انها 10 0 0 8، مش هشوف انها سلاش 29، فهشوف انها كام يا محسن؟ سلاش كام؟ 8. هشوفها من سيريال 1 بكام نقطه يا شباب؟ نقطه وصدر. شايفها بمين؟ برضه بالرقم. واحنا اتفقنا ان الراوتنج تيبل فيه احسن بروتوكول احسن مسار. سيبك من حته احسن بروتوكول لان مفيش غير هو اللي شغال بيه الريب دلوقتي. طب احسن مسار دلوقتي الراوتر ده شايف شبكتين، الشبكتين ده شايف شبكه واحده باتجاهين، واحده المدرك بتاعها 2 والثانيه المدرك بتاعها 1، مين الاحسن؟ خدوا بالكم واحده بس اللي هتفضل في الراوتنج تيبل. مين الاحسن يا محسن؟ واحد. يقوم يشخبط على بي واصبح احسن مسار انا كراوتر سي شايفه هو اني اخرج من سيريال 1 اللي هو لان ده في نقطه واحده ابسط. تخيلوا معايا ان 10 الجهاز اللي تحت ده 14 0 0 2 ده يا محمد الممدوح عايز يكلم الجهاز 10 0 0 2، فالمفروض انه هيرمي الباكتس بتاعته لمين؟ للجيت واي بتاعه اللي هو الراوتر ده. يوم الراوتر ده يقول له انت رايح فين؟ يقول له والله رايح 10 0 0 2. يقول لك استنى لما ابص في الراوتنج تيبل اشوف الشبكه 10 دي بتخرج لها منين؟ فيجي يبص يا مازن في الراوتنج تيبل اه ده من سيريال 1، يقوم راميك ازاي؟ يقوم راميك كده صح كده؟ تيجي للراجل ده انت رايح فين يا ابني؟ انا رايح 10 0 0 2. يا ابني ده اللي هنا على الشبكه 10 0 0 8 الايباد فاهم اللي هو 9 10 انقطاع، انت ايه اللي جابك هنا هنا؟ المهم ايه؟ عامل دروب للباكت. اصبحت انت مروت صح، توزيعك والايباد صح، تصميمك زي الفل، ولكن تخلي ده يبنج على ده ما بيردش عليه. ايه الغلط اللي انا غلطته؟ الغلط اللي انت غلطته انك استخدمت كلاس فول راوتنج بروتوكول وانت عامل سبريتنج. هتعمل سبريتنج وتحطه في اماكن متباعده، استخدم كلاس ليس. ايه؟ استخدم كلاس ليس راوتنج بروتوكول. كلاس ليس يعني ايه بقى؟ حد يعرف ترجمها بالعربي؟ يرسل السبنت ماسك. مش كلاس فول يعني لا يرسل السبنت ماسك. يبقى كلاس ليس يرسل السبنت ماسك. مشكلتك ان لو طبعا كان الراوتر ده بعت الماسك وده بعت الماسك خلاص كان ده شايف ان الشبكه 10 0 0 0 سلاش 29 بتخرج لها من هنا، وكان شايف ان الشبكه 10 0 0 8 سلاش 29 بتخرج لها من هنا، ومفيش مشكله. بس المشكله انك استخدمت كلاس فول راوتنج بروتوكول. فيقوم ده احمد بعت شبكه وده بعت شبكه، انا وانت عشان شايفين اللي اسمع الصبونه شايفين انهم شبكتين، انما الراوتر يا عيني شايفهم شبكه واحده لان ما معهوش الماسك. شايفه مشاركة واحدة بمصارية، اختار مين؟ اختار الأقرب. كل ما ده يبعت لنا يبقى يوجهه كده. تروح لنا يقوم ده موتها، ما نعرفش حد هنا بالاسم ده. خدت بال حضرتك؟ ف دي كانت حتة الكلاستر أو مشكلة الكلاستر. طب الحل إيه؟ عندك حلين، الحل الأولاني وده ما أحبوش هو إنك لما تحب تعمل سبمتنج وأنت بتستخدم بروتوكول زي الريب يعني كلاسفول، جمع السبمتس كلها على نفس الراوتر أو في نفس السايت. يعني كلهم في جنب واحد، يعني تحط لي الشبكه هنا والشبكه هنا كله في نفس الصيد، يا يعني اما كله يمين يا يعني اما كله شمال، كله جنب بعض. دي اول حل، وحل مش ظريف. الحل الثاني انك تستخدم بقى بروتوكول يبعت الماسك عشان ما تحصلش المشكله دي، الا وهو كلاسلس راوتنج بروتوكول. زي مين؟ زي الاو اس تي اف
اللي هتاخده كمان شويه، زي الاي اي جي ار بي اللي هتاخده بعدين، زي الريف فيرجن 2 اللي هتاخده بعدين. كل اللي جاي كله كلاسلس بقى، بيعالج عيوب القديم. اللي جاي كله بيعالج عيوب القديم. تعالى بقى نبدا نشوف ايه قصه الاوس بيف اللي هناخده كمان شويه. لو تفتكر وانا بقول لك ان البروتوكولات اللي هي اللي بتاعت الترويج كانت يا حسين في نوع استاتيك وفي نوع دايناميك. الاستاتيك خلصناه، جينا على الدايناميك قلت لك في ثلاث انواع، نوع اسمه ديستنس فيكتور، ودي كانت الحصه اللي فاتت حتى قلت لك هنقعد ندرس البتاع ده كام حصه. ديستنس فيكتور اللي شغال عليه الليب فيرجن 1 اللي خلص امبارح، ونوع تاني اسمه لينك ستيت، وده اللي فيه لو سبيس واللي هناخده النهارده. في نوع تاني اسمه هايبريد، وده ان شاء الله بقى الحصص الجايه اللي هتاخد فيه الاي اي جي ار بي والريب فيرجن والريب فيرجن. النهارده هناخد مين يا عم حسين؟ نظريه اللينك ستيت والتي يعمل طبقا لها بروتوكول اسمه او اس بي اف. هناخده ان شاء الله على مدار النهارده وبكره باذن الله او الحصه الجايه. تعالى بقى نشرح نظرية اللينك ستيت. نظرية اللينك ستيت راوتينج البروتوكول اللي اخترعها واحد اسمه دايجيكستر، حب يعمل طريقة بيخلي بيها ازاي الراوتر يقدر يتعرف على الشبكات اللي معاه في نفس الشبكة، وفي نفس الوقت يقدر يحسب أفضل مسار بتوصله ازاي. طبعا احنا مش هنخوض في الرياضة بتاعتها، ولكن على قد إن أنا فاهمك الفكرة. الفكره كلها يا عم احمد، طبعا انت عارف الريب كل 30 ثانيه بريودك ابديت، كل 30 ثانيه بريودك ابديت. طب ودي حلوه ولا وحشه؟ الريب حلوه ولا وحشه؟ طبعا وحشه. ليه؟ مش هو متاخر ماشي، بس يعني لو حصل قطع الناس الثانيه مش هتعرف الا لما الراجل ده يبعت الابديت. ادي عيب. العيب الثاني يا عم احمد، خليه ما فيش قطع. ايه كل 30 ثانيه الراوتنج تيبل اللي بيتبعت ده بيعمل لك اختناق في الباندويث بتاعتك كلها او بتاعت المسارات بتاعتك او البورتات بتاعتك. تخيل انت كل 30 ثانيه حاجه بتتبعت كده، الى جانب ان في ترافيك شغال، لا حاجه كمان بتزيد كمان عليه كل 30 ثانيه. كل 30 ثانيه طب ما انا كده مش راوتر واحد، ده كل الراوتر. هل الاوس بي اف في حاله العيب ده؟ اه. تعال نتناقش فيه، او تعال هل اللينك ستيت، طبعا هشرح النظريه وكمان شويه اشرح لك البروتوكول اللي بيعمل على النظريه دي. ايه قصه اللينك ستيت؟ اللينك ستيت يا احمد شغاله بحاجه اسمها هالو بروتوكول. هالو بروتوكول. ايه قصه الهالو بروتوكول؟ بالظبط كده. عارف انت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك ايه؟ اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحاببتم ايه؟ قفش السلام بينهم. بالظبط الرجاله دي ايه؟ قبل ما الراجل ده هيبعت الراوتنج تيبل بتاعه للراجل ده هيقول له، هيلقي عليه السلام، هيقوم يقول له هلو. خد بالك الهلو هنا بتبعت على سبيشال مالتي كاست ادرس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالتي انت اول مره تسمع على دي، تسمع الحته دي. فاكر انت لما كنت بديك الايباد كلاس A وكلاس B وكلاس D، كلاس A وB وC، كان في كلاس D هتلاقي موجود عندك في المذكره، كلاس D وكلاس E. كلاس E ده معمول التجارب، اما كلاس D من اول 224 بيبدا البتاع بتاعهم من اول 224 لما 239، دول كده محجوزين لحاجه اسمها مالتي كاستنج. ايه قصة المالتي كاستنج بسرعة؟ المالتي كاستنج لما يبقى فيه راوتر مثلا يعني عايز يبعت حاجة معينة ما تشوفهاش الا الرواتر اللي شغالة معاه بالحاجة دي، يعني راوتر شغال اسبير في مثلا عايز يبعت الراوتنج تيبل بتاعه ما يشوفوش غير الرواتر اللي شغالة اسبير اف، يقوم يخصص اي بي خاص كده يبعت عليه. عارف الهالو بروتوكول بيتبعت على الاي بي
224005 زي نظام رسالة كده يا عم. خدت بالك؟ بقول لك اللي عارف انت، اقول لك الرسالة دي جات لك من اسمها ايه؟ صندوق الرسايل اللي هو 137 مثلا، مركز الرسايل بالظبط كده. اي حد بيبعت رسالة لأي موبايل ما بتوصلوش على طول، بتروح لمركز الرسايل، مركز الرسايل بيبدأ يوجهها لصاحب الموبايل. زي بعض ما فانت انت لو عايز تبعت الهلو بروتوكول، عايز تبعت الابديتس بتاعتك اللي هي الراوتنج تيبل، هتبعتها على 224005. فيبعت الهلو بتاعته على 224005. الراجل ده لو شغال ريب، جات له حاجه يقصد ايه؟ الريب طبعا ما بيفهمش الابديت اللي انت جاي جات على 255 255 4255. فدي لو جات له هلو الريب، قال له مين يا عم؟ ما فهمش انا حاجه زي كده. فالرب مش هيرد. لكن الراجل ده لو اصبف هو كمان مجرد ما يبعت له هلو يقوم ده عصام يعمل له ايه؟ يقول له يا عم هلو رحمه الله وبركاته. خدت بالك؟ فيقوم يرد عليه الهلو بتاعته، هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. ده انت كده فهمني، ده انت كده اصبف، ده انت كده انت شغال بنفس البروتوكول اللي انت شغال فيه. طب بص خد الراوتنج تيبل اللي عندي، هات الراوتنج تيبل اللي عندك. حصل تبادل مرات، خلاص ما بعت لي وبعت لك، خلاص يبقى كده ايه؟ شفت الشبكات اللي عندك وانت شفت الشبكات اللي عندك. كذلك الراجل ده هلو هلو خد الراوتنج تيبل، هات الراوتنج تيبل. بس خد بالك هو ما بيبعتش الراوتنج تيبل، هو بيبعت حاجه اسمها ال اس اي. خد بالك الراوتر لما بيجي يبعت للراوتر حاجه ثانيه بيبعت له حاجه اسمها حسين ال اس اي. ال اس اي اختصار لحاجه اسمها لينك ستيت ادفيرتسمنت. لينك ستيت ادفيرتسمنت عباره عن ايه؟ انا لما ببعت ال اس اي بتاعتي للراوتر، ال اس اي دي فيها ايه؟ فيها الانترفيس واي بي هو. الانترفيس واي بي هو، يعني مثلا حد يقدر يقول لي يا جماعه ال اس اي بتاع راوتر ايه؟ كايه ايه؟ عباره عن ايه؟ ال اس اي بتاعت راوتر ايه؟ يقول لك بص يا سيدي انا عندي الاي بي 10.0.0.1 على فتحه فاست زيرو. والاي بي بتاع سيري 11.0.0.1 على سيريال 0 و12.0.0.1 على سيريال 1. ده الراوتر ايه؟ صح كده؟ ده ال اس اي بتاع راوتر ايه؟ فراوتر ايه هيبعت ال اس اي بتاعته، وبي يبعت وسي يبعت. بعد شويه اصبح كل راوتر عنده ال اس اي بتاعته بتاعت الناس التانيين. صح كده؟ عنده ال اس اي بتاعته بتاعت الناس التانيين. يعني مثلا راوتر زي راوتر ايه ماذا يحتوي؟ عنده ال اس اي بتاعته بتاعت الناس التانيين. طب حد يقدر يمليني بتاعت الناس التانيين؟ هات لي بي مثلا، راوتر بي ال اس اي بتاعته عباره عن 11.0.0.2 و على سيريال 0 و 14.1 صح كده؟ على سيريال 1 و خلاص كده بي خلاص. طب راوتر سي عند 14.0 15.0.0.1 على فاست 0 14.0.0.2 على سيريال 1 13.0.0.2 على سيريال 0. راوتر بي 12.0.0.2 على سيريال 1 و 13.0.0.1 على سيريال 0. ده بالنسبه للراوتر بي. المنظر ده كده يا شباب بيسموه لينك ستيت داتا بيس. كل راوتر بقى عنده الداتا بيس بتاعت اللينك ستيت بتاع كل الراوتر اللي موجود. من هذا المنظر، من هذا المنظر بتاع الاس اي ده، الراوتر يقدر يتخيل داخليا منظر الشبكه اللي هو موجود فيها. ومنهم يقدر يحصل على عن طريق بقى الحسابات بتاعت الالجوريزم بتاع ده جيكسترا، الحسابات الرياضيه اللي هو عاملها، يقدر يحصل على الراوتنج ايه؟ من الاول تاني. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ طب السؤال قبل ما ابدا اقول من اول تاني، هل يا شباب من الجدول ده
يبدا، هل ممكن الراوتر ده انا معايا الجدول ده، هل ممكن من الجدول ده لو انا مسحت الرسمه دي تقدر ترسم لي الرسمه دي مره ثانيه؟ هل من الجدول ده تقدر ترسم لي الرسمه دي مره ثانيه؟ ازاي؟ سهل. بص انا الراوتر ايه؟ الراوتر ايه؟ عندي كام فتحه؟ عندي مثلا ثلاث فتحات، فتحه اسمها فاست زيرو صح كده؟ وفتحه اسمها سيريال زيرو، فتحه اسمها سيريال 1. فاست زيرو عليها 10 0 0 1 11 سيريال زيرو دي على 11 0 0 1 عليها 11 0 0 1 سيريال 1 عليها 12 0 0 1 طيب ثانية عليا بقى بص كده 11 1 اكيد متوصلة ب 11 2 براوتر اسمه راوتر بي على سيريال زيرو يبقى في راوتر هنا اسمه راوتر بي وعلى السيريال زيرو بتاعته اكيد فينا 11 0 0 2 طب 12 2 12 1 دي اكيد متوصله على راوتر تاني اسمه دي راوتر تاني هنا كده اسمه دي متوصله هنا 12 0 0 2 و سيريال 1 وهكذا كمل باقي كمل باقي الرسمه هتقدر فعلا تستنتج الرسمه اللي انت فيها ومنها شويه حسابات بسيطه زي ما تعرف قدام شويه انك تقدر تحصل على افضل مصادر. فاهم النظريه بقى؟ طبعا الكلام النظري زي ما بقول لك هو صعب ولكن العملي مفيش اسهل منه، انا بس كان يهمني انك تفهم النظريه. هندردش شويه بقى عن البروتوكول اللي يعمل طبقة النظريه دي الا وهو او اس اف، هنبدا نتكلم عنه ونكتب المزايا بتاعته ونشرحها وبعد كده نخش في العملي وبعد كده نعمل لاب وبعد كده اقول لك السلام عليكم. اعمل بدل واديك وقت كده تعمله في الـ. طيب نبدا نعيد تاني الفكره فاكرين اللينك ستيت لينك ستيت راوتنج بروتوكول كان بيشتغل ازاي يا احمد؟ في البدايه هلو بعد ما بعت له الراجل ده رد عليه قال له طب خد ال اس اي هات ال اس اي من ال اس اي طبعا واحده يبعت كل واحد يكون الراوتنج تيبل بتاعه او يكون ال اس داتا بيز ومنه يقدر يتوهم ويتخيل شكل الشبكه اللي هو فيها ومنه يقدر يحصل على الراوتنج تيبل بتاعه طيب اذا كابل اتقطع ايه اللي يحصل؟ لو كابل اتقطع الشبكه وقعت مين اللي يبدا يحس؟ اقرب واحد يبدا يبعت تريجر ابديت تحديث الراوتر اللي جنبه بالك يعني مثلا لو نرجع للرسمه اللي فاتت في شبكه هنا قطعت يقوم الراجل ده يبدا يحس يبعت يا جماعه الشبكه 10 0 0 قطعت ده يبلغ ده وده يبلغ ده كلهم يبلغوا بعض نعمل ايه امسح لهم الدنيا امسح وابعت بسرعه هلو بسرعه ابعت الراوتنج تيبل مره ثانيه ابعت الجديد الشبكه 10 وقعت ابعت لي الجديد وانا بقى هعمل ايه مش همسح القديم لا في كده دلوقتي حاجه اسمها نتورك توبولوجي تشينج في تغيير في التوبولوجي انا عايز ابعت لي من اول كانك بتبعت لي كان شبكه جديده لسه بتقوم الشبكه دي وقعت يقوم باعت له الشبكه 10 وقعت بص خد الراوتنج تيبل الجديد شكرا هات الراوتنج تيبل مش الراوتنج تيبل ده ابعت له ال اس اي وده يبعت ال اس اي بالعدل من الاول خالص يقوم الراجل ده يمسح القديم ويحط مكانه الجديد طبعا ده بيحتاج بص بيف عموما ضمن المشاكل بتاعته انه محتاج بروسيسور عالي راوتر يكون بروسيسور يكون كويس عالي عشان يقدر الهيدك اللي بيحصل في الحسابات والكلام ده الكالكوليشنز بتاعته يقدر الاوس بي اف يتجاوب بروسيسور العالي يتجاوب مع الاوس بي اف زي بالظبط كده انت عندك ويندوز 7 على جهاز قديم كده جهاز تقيل جدا صح؟ انما عشان تحس ان ويندوز 7 بيبين لك ان الجهاز ده جهاز حديث بروسيسور عالي وامكانياته حلوه بالظبط نفس الفكره بس طبعا دلوقتي الرواتر او البروسيسور في الرواتر من زمان وهي شغاله تمام بص بيف ما فيش مشكله بالنسبه له في حاجه زي كده او الرواتر ما فيش مشكله بالنسبه لها من ناحيه الايه؟ الاوس بيف مشكلته يا محسن في حاجه اسمها فلابنج عارف يعني ايه فلابنج؟ عارف انت لما يبقى عندك فيشه الفيشه واسعه شويه وانت بتدخل فيها سلك التلفزيون او المروحه او الحاجه
تلاقي النتيجه لما راح تشتغل مثلا حصه صغيره كده ولا حاجه تبص تلاقي الايه محتاج انك تهزها تاني كده تشتغل وتطفي تشتغل وتطفي زي ما في لعبه الخط يقوم ويقع يقوم ويقع فعلا لو في سلك معلق الدنيا بتقوم وتقع وعندك الرز بيف فيه لوادر كبيره مثلا 200 300 راوتر فتبص تلاقي الفلابنج اللي بيحصل ده عمل لك ايه؟ اي تغيير الشبكه 10 وقعت يا جماعه الراوتنج تيبل الجديد اهو كله يمسح وكله يبدل بعضه ويبداوا يعملوا الراوتنج تيبل الجديد يا جماعه الشبكه 10 قامت ابعد الراوتنج تيبل كله فاصبح الراوتر شغلته الشغله ايه؟ تمسح وتكتب الراوتر تمسح وتكتب البروسيسور شغال على الفاضي ودي مشكله هل لها اتغلبوا عليها اتغلبوا عليها بس اتغلبوا عليها كده بشكل مقنن شويه يقننوا بس ازاي هقول لك انا كمان شويه حل المشكله بتاعت الفلامينج دي ايه بس تعالوا نتكلم على البروتوكول بتاع الاوسبيف هو بروتوكول محترم اختصار لكلمه اسمها اوبن شورتست باث فيرست افتح اقصر المسارات اولا ما صح عرفني فين البيست رود انا هختار اقصر المسارات اللي هو اقرب المسارات لي عشان اوصل للشبكه وده مبدا البروتوكولات الدايناميك كلها ان انا بختار البيست راوت افضل مسار ده المبدا عندنا ان احنا بنعرف الشبكات دي فين وبنختار افضل المسارات واقرب المسارات ليها اوتوماتيك من غير ما حد يبلغنا فاكرين الادمن ديستنس الادمن ديستنس بتاعته بكام 110 طب هو احسن ولا ليه ليه هو الريب كان كام؟ فعلا ده فعلا احسن لان كل ما الادمن ديستنس قلت كل ما كان افضل. هقول لك طب لو انا عندي مجموعه رواتر او مجموعه شبكه وفيها مجموعه رواتر والرواتر دي متروته بالريب. هل انا عايز اروت بالاوس بيف امسح الريب واروت بالاوس بيف يا احمد؟ ولا ينفع اروت بالاوس بيف على طول مباشره؟ انا عندي الراوتر بتاعي اهو متروت بالريب. عايز اروده بروز بيف امسح الريب واروت بروز بيف ولا ممكن اروت بروز بيف على طول بروز بيف اروت بروز بيف على طول والراوتر بتاعك ذكي هيبص على ادمن ديستنس يلاقي بروز بيف افضل يختار بروز بيف ويشتغل بيه طب الريب راح فين؟ تبص بعد ما كان في عندك ار ار شايف الشبكات بالار بالريب اختفت الار وظهر مكانها او اختفت الار وظهر مكانها يا احمد او طب الار راحت فين؟ امسح الاوس بيف تبص تلاقي الار ظهرت تاني، لا هي راحت فين؟ الفكره كلها ان الراوتر بتاعك اختار البروتوكول اللي اسمه اوس بيف لان الادمن ديستنس بتاعته افضل فعشان كده اختاره في العمل. ماشي كده يا محمد؟ الحته الثانيه طبعا بيستخدم الهادوف بروتوكول وده حاجه جديده الديستنس فيكتور ما كانش بيستخدمها. من قبل ما يبعت ال اس اي بتاعته او الراوتنج تيبل بتاعه الراجل اللي جنبه يقول له ايه؟ هلو سامعني قريبي انت زيي وانا مش هبعت سلام عشان ما نخنقش الباندويتس لو انت زيي ابعتلك لو انت مش زيي ما ابعتلكش وعلى فكره بعد ما بيبعت الراوتنج تيبل بتاعه مش كل بقى 30 ثانيه خد لا مفيش كلام منه اول ما اشتغل هبعت وبعدين خلاص بعتنا لبعض وكل واحد سلم كل الثاني كونت الراوتنج تيبل مفيش ابديتس مفيش حاجه مفيش اي حاجه في اي حاجه يبقى الاختناق بتاع الكل 30 ثانيه اللي كان الرب عامله ما عادش موجود مع اللينك ستيت ما عادش موجود بس اللينك ستيت بيعمل حاجه بس كده انه بيبعت حاجه اسمها ال اس ريفريشمنت كل 30 ثانيه كل 30 دقيقه كل نص ساعه يا احمد يعني كل نص ساعه من التشغيل بس كده ايه هيبعت بس ريفريشمنت ما لهاش حاجه وقعت حاسس ان يبعت بس ريفريش كده من ال اس داتا بيس ثاني او الراوتنج تيبل ثاني كده يا جماعه كله تمام اه يا باشا كله تمام مش مشكله كل نص ساعه يعني مش حاجه مش الثاني اللي كل 30 ثانيه طيب المتريك هنا مختلف المتريك هنا بيسموه كوست ماشي كده المتريك هنا في الاوسبيف قيمته ما بتتحسبش بعدد النطات قيمته بتتحسب بالباندويتس بتاع البورد او بتاع الكابل اللي انت مستخدمه قيمه الباندويتس او الاوسبيف المتريك بتاعه 10 اس 8 على الباندويتس 10 اس 8 على الباندويتس بس تستنتج من الموضوع ده يا محمد ان المتريك او الكوست ده ان المتريك على علاقه عكسيه بمين يا شباب؟ الباندويتس كلما زاد الباندويتس كلما قل
صح كده؟ كل ما البنك يقول سي زي كل ما المتريك يقل لهم علاقه عكسيه، واحد في البصر والثاني في المقام. كل ما البنك يقول سي ال المتريك. طيب انه افضل في حساب المتريك؟ ان المتريك يعتمد على الباندويتس ولا على عدد النطاط اللي هو الهوب كام؟ مين افضل في حساب المتريك، الريب ولا الاوس بي اف؟ اشمعنى؟ لانه بيعتمد على الباندويتس. اشمعنى؟ هقولها لك اشمعنى، هفسرها لك ازاي بالرسم. بص يا شباب خليني بس امسح لي الشباب. ادي رابطه يا جماعه، المسار التحتاني ده الباند ويدث بتاعه 10 ميجا، المسار الفوقاني الباند ويدث بتاعه 1 كيلو. مين اوسع؟ المسار التحتاني بقى. يعني بالظبط كده كانك بتقارن ما بين طريق صغير قوي وطريق عريض جدا. هنا الداتا تجري براحتها وسرعات 10 ميجا يا عم بسرعه، والثاني 1 كيلو، يعني الداتا تمشي تخبط في العرض. شفت انت الطريق لما يبقى زحمه الطريق ضيق وعليه زحمه عربيات؟ بالظبط. شيل الطريق الضيق ده حط عليه طريق واسع مش هتلاقي زحمه، هتلاقي كله انت. لو انت مروت بريب، لو انت مروت بريب والراوتر ده الجهاز ده عايز يكلم الجهاز ده، يمشي منين؟ من فوق ولا من تحت؟ من فوق. الريب بيحسب المترك بتاعه احسن مسار عنده بيحسبه بعدد النقاط يا محمد اللي بيروح. طيب بص على المسار الفوقاني يقول لك المترك هنا، انا واقف نطه 2 يبقى المترك هنا ب 2. الراجل ده ادي نطه 2 3، لا المترك هنا ب 3. مين احسن المسار الفوقاني؟ ويبدا يمشي الباكتس بتاعته من فوق. يا عم انت يا عم افهم يا جدع يا رب يا رب، انت المسار التحتاني ده 10 ميجا يا ابني اجري براحتك. الرب يقول لك بص انا دماغي على قدي، انا بعت لك ايه الطريق احسن من ريك الطريق. فاذا الرب نقدر نقول عليه كده غبي في حساب المترك. الاصح انه يبقى المدرك يعتمد على حاجه فيها الباندويتس، لان يعني كل ما زاد الباندويتس اداني سرعه في نقل البيانات بتاعتي. تعال بقى روت اللاب ده، نفس اللاب ده روته بالاوس بي اف. الاوس بي اف يحسب حساباته مثلا يعني يوم حاسب المدرك بتاع ده مثلا، وليكن يعني طلع 500، يجي يحسب المدرك اقول لك مش هنحسبه، ما تيجي تحسبه بالقانون بقى، ما تيجي تحسبه معايا بالقانون. المدرك هنا بيساوي كام؟ 10 اس 8 على الباندويتس، 10 اس 8 على 10 ميجا، 10 ميجا دي يعني 10 اس 7، 10 اس 7 يطلع المترك بكام؟ 10 اس 8 على 10 اس 7 ب 10. عند قسم المؤسسات المتحده تطرح الاسس، صح كده؟ 8 بقى 7 1 يعني 10 اس 1 ب 10. نيجي برضه نحسب المترك هنا. يبقى كام بقى يا شباب؟ 10 اس 8 على الباندويتس، تعالى نكتب المترك 10 اس 8 على الباندويتس، الباندويتس اللي هو 1 كيلو، 1 كيلو اللي هو 1000 يعني 10 اس 3. 10 اس 8 على 10 اس 3 بكام؟ 10 اس 5. 10 جدع 10 اس 5. 10 اس 5. مظبوط كده؟ 10 اس 5 دي اللي هي 100,000. طب بالله عليك يقوم الرب الاوز بيف بقى يشوف. ان انا عندي مسارين، مسار المترك بتاعه ب 10 ومسار المترك بتاعه ب 100,000. امشي في انهو؟ يا عم ده في عدد اللي هو تركب مش مشكلة بس هوصل أسرع. مش مشكلة هوصل أسرع. يبقى مين احسن في حساب المترك؟ الاوس بيف ولا الريب؟ دلوقتي بالظبط كده انت ملاحظين فرق الشاسع ما بين البروتوكولين؟ كانك بتقارن ما بين عربيه ايه؟ مرسيدس 2012 وعربيه فيات موديل 90. خدت بالك؟ موديل 90 فرق شاسع. طبعا الابديتس بتاعته هي والهلو بروتوكول بتتبعت على الاي بي الخاص اللي هو 224.005. بنظر في الراوتنج تيبل تبع الريب. طب استنى ركز معايا كده، ده رمز ايه في الراوتنج تيبل؟ السي ده بتاعك دايركت كونكتد ديفولت راوت. الريب رمزه في الراوتنج تيبل بنقول الحته الاخيره بقى واهم حته البروتوكول.
الكول ده يا جماعه بلس ليس. بلس ليس يعني انا نازل سنج صدت مصر احسن من الرب 100 مره. يعني الليفل اللي احنا قعدنا نناقش فيه حته مشكله الكلاسفر، لو انت بنقول بلس بيف مفيش مشكله، مفيش مشكله شغال. لان الرب لان بلس بيف بلس ليس راوتنج بروتوكول. بس بقول لك يراعى بعض الاشياء وانت شغال او انت بتعمل ديزاين ل البوزيتيف. تعال نتكلم عن الديزاين بتاعه شويه. ايه ده يا شباب؟ ده ايه؟ قال لك وانت بتصنع وانت بتعمل الريب لابد انك تقسمه للارياز، لان الراوتنج بروتوكول ده اللي بيستخدمه شركات الاي سي بي، شركات الانترنت، شركات الانترنت عندها رواتب منتشره على مستوى الجمهوريه كلها. ولوس بيرث اتعمل عشان يغذي الدول الكبيره، مش الدول يعني مش يمكن الدول اللي زي مصر، اصل مصر كلها 80 سنترال رئيسي مثلا او 60 سنترال رئيسي، ده سنترال فرعي، انا يهمني السنترالات الرئيسيه. ولكن بص الدوله زي دوله زي امريكا، مساحه امريكا قد مساحه مصر حوالي 4 مرات، قد مساحه مصر في صحاريا 4-5 مرات. فدوله زي دي يبقى فيها كام سنترال رئيسي؟ بتتكلم على 500-600 سنترال رئيسي، ماشي الكلام؟ دوله زي استراليا، دوله زي الصين، دوله زي روسيا، دوله زي فرنسا، خدت بال حضرتك؟ فمحتاجين بروتوكول كويس زي الاوس بي اف يشتغل هناك. لذلك قال لك طيب احنا لو حاطين الراوتر كلها، احنا عندنا مثلا دوله زي امريكا عندنا مثلا 600 سنترال، فاحنا محتاجين 600 راوتر. طب لما حصلت فاكرين مشكله الفلابنج اللي كنت بكلمك عنها؟ سلك يقوم ويقع، سلك يقوم ويقع. الى جانب ان الاوس بي اف بياخد وقت طويل شويه عشان الراوتر بتاعته كلها تبدا تبعت الشبكات بتاعتها لناس ثانيه، بياخد له شبكه مثلا فيها 500-600 راوتر بياخد له ربع ساعه 3 ساعات عم يقوم. خدت بال حضرتك؟ فتخيل بقى الشبكه بتقع وتقوم، الشبكه بتقع، ايه اللي يحصل؟ الراوتر دي كلها هيبقى عليها لود عالي انها عماله تمسح الراوتنج تيبل وتعمل في راوتنج تيبل جديد، فالدنيا هتبقى مخنوقه قوي. قالوا خلاص ينصح، ينصح انك تقسم المنطقه الجغرافيه اللي انت هتشتغل فيها بلوز بيف الى ارياز، مساحات. اول حاجه اسمها كده اريا زيرو، اول ما تبدا تصنع وتبدا تحط الراوتر بتاعتك فيها. طب احط كام راوتر في اريا زيرو دي؟ خد بال حضرتك؟ قال لك سيسكو بتنصح ان كل اريا لا تزيد عن 50 راوتر. كل اريا لا تزيد عن 50 راوتر. طب افرض انا عندي حوالي مثلا 150 راوتر في الدوله بتاعتي كلها، 150 سنترال ب 150 راوتر رئيسي. قال لك لا، في الحاله دي ننصحك ان تعمل كل اريا فيها 50 راوتر واعمل ارياز ثانيه، واعمل ارياز ثانيه. ادي اريا ثانيه اهي تتوصل بالمنظر اللي انت شايفه ده، ادي اريا كمان وصل فيها. طب هل ينفع الاريا الواحده تاخد 60 راوتر؟ ينفع، بس بقول لك الوضعيه الحلوه مش سيسكو بتنصح ان يبقى في الاريا الواحده 50 راوتر. تمام حضرتك كده؟ بس قال لك ايه الشرط؟ الشرط عشان نظام الارياز ده ايه الشرط؟ قال لك بص يا سيدي، الشرط ان اريا زيرو بيسموها اسباك بون اريا. اول ما تبدا تعمل تشتغل بالوز بيف، اول حاجه شغلك كله في اريا زيرو. اول ما تعمل اول اريا تعملها ما تعملش اريا 1، اعمل لي اريا زيرو. دي الباك بون اريا، دي العمود الفقري. ينفع واحد ماشي كده من غير العمود الفقري بتاعه؟ بالظبط. لابد ان يبقى عندك ايه؟ اريا زيرو، حط فيها الراوتر بتاعتك كلها. راوترك زائد اعمل بقى مثلا اريا 5، اريا 1، اريا 3، اريا 17 واربطها باريا زيرو. اعمل مثلا اريا 23 واربطها باريا زيرو، وده الشرط الثاني. الشرط الثاني بيقول لك ان اول اذر areas must connect to
اريا زيرو. كل الارياز التانية لابد انها تتربط بمين؟ باريا زيرو يا عم محمد. طب ينفع اعمل هنا مثلا اريا تانية كده مثلا نسميها اريا 13؟ غلط. لابد ان كل الارياز ترتبط باريا زيرو والا يبقى شغلك كله غلط. لازم تحافظ على الشرطين دول يا محمد. ان اريا زيرو هي الباك بون اريا، خدت بال حضرتك؟ وان كل الارياز التانية لابد انها تكون متوصلة باريا زيرو. ماشي كده؟ طب احنا هنا في السي سي ان ايه هنشتغل فين؟ هنشتغل في اريا زيرو. شغلنا كله اريا زيرو، يعني انت حتى بتكتب الكونفجريشن اخرك اخر حاجة تحطها في اخر السطر اريا زيرو، اريا زيرو. اما تبقى تاخد بقى السي سي اللي بيه نبقى نتفاهم بقى في الاريز الثانيه دي هنعمل فيها ايه. بس حاجه اخيره عايز اقولها لك، ايه رايك في الراوتر ده؟ ايه رايك في الراوتر ده؟ الراوتر ده ملاحظ انه عنده رجل هنا كده ورجل هنا، رجل في اريا والرجل الثانيه في اريا ثانيه. الراوتر ده بيسموه اي بي ار راوتر، اريا بوردر راوتر، راوتر على الحدود. اريا بوردر راوتر، اريا بوردر راوتر، راوتر على حدود الاريا. ده بقى ان شاء الله ناخد بتفاصيل تفاصيل ان شاء الله في السي سي وفي تفاصيل الاريا دي. وافرض انا عندي هنا اريا ثانيه هل ينفع اوصلها بالاريا دي؟ طبعا على حسب معلوماتي في السي ان اي لا ما ينفعش. ان شاء الله ناخد في السي ان اي قال لك لا انت ممكن تفتح طانل تحت اريا، تحت اريا 1 وتوه دي كانها متوصله باريا 0 وتمشي الدنيا معاك. بس بعدين ان شاء الله. بس اللي احنا نعرفه ايه؟ هي اريا زيرو الباك بون اريا، واي اريا ثانيه لابد انها تتصل باريا زيرو، لابد انها تتصل باريا زيرو. ماشي كده يا عم محمد؟ احنا كلنا في السي سي هناخد مين؟ هندرس اريا اريا زيرو. طيب لغايه كده يعني كفايه كلام نظر، نبدا بقى نشوف العمل بيتعمل ازاي عشان نبدا نشتغل. ماشي يا عم محمد؟ لو تعالى هقول لك الكونفجريشن بتاعت هنعمل لك كونفجريشن على راوتر واحد ونبدا نعمل اللاب بتاعنا في حاجه زي كده. ادي راوتر اوبشن مثلا، يعني الراوتر ده داخل في شبكه كبيره. الاي بي بتاع الفتحه دي يا محمد مثلا 192.168.11/26 والاي بي بتاع الفتحه دي 192.168.165/26. السؤال دلوقتي اللي انا عامله صح ولا غلط؟ اللي انا عامله صح ولا غلط؟ هو احنا مش قلنا ان الراوتر، هو احنا مش قلنا ان الراوتر بيربط ما بين الشبكات المختلفه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انا بتهيألي كلهم في نفس الشبكه. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ دي معناها صح؟ يعني دي صح ولا غلط؟ يا ده انا بقول لك الراوتر بيربط ما بين الشبكات المختلفه. كل فتحه في بقى لها كل فتحه في شبكه، يعني اذا كنت في الشبكه 10 يبقى في الشبكه 11. بص ده في الشبكه 192.168.1 0 وده 192.168.1. حضرتك حصه السبريتنج؟ يبقى انت ما بتذاكرش يا صاحبي. صح؟ صح. وعموما احنا موصلين على فلكه عشان الناس اللي ما بتذاكرش هتعلقها دلوقتي. ها؟ صح ولا غلط؟ لاحظوا يا جماعه الاي بي ده الاول، اسال نفسك قبل ما تقول صح ولا غلط، فكر. الاي بي ده كلاس ايه؟ سي. يعني المفروض الديفولت ماسك بتاعه يبقى سلاش كام؟ سلاش 24. هو سلاش كام؟ يبقى في سبنتنج يا رجاله. شوف السبلت دي على كام؟ 26 واحد دي في الجهاز. 255 واحد واحد قال لي 26 واحد، 1 2 1 2 3 4. خدت بال حضرتك؟ ده الجنب ده 192. ممكن امسحه كده واكتب 192. يبقى الهوت كاونت بتاعتك 256 ناقص 192 كام؟ 64. طب نط كده 1 9 2 1 6 8 1 0 سلاش 26. الشبكه اللي بعدها
1-9-1-6-8 1-64-26-26 1-2-28-26 وهكذا طول ما انت ماشي يا راجل. يا طيب انا جيت من الشبكه زيرو فاضي لي واحد حطيته هنا. يعني افهم من كده ان الناس الحلوه اللي هنا على الشمال دي شبع الشبكه 1-9-2-1-6-8-1-0-26. طب والناس 65؟ الناس 65 دي في الشبكه 64 في الصدمه 64. يعني افهم كده من الناس الحلوه اللي على اليمين دي طبع الشبكه 1-9-2-1-6-8-1-64-26 صح الكلام ولا مش صح الكلام؟ كلام زي الفل والشغل بتاعنا زي الفل. طيب يا عم مازن، ازاي اروت الراوتر ده بالاصبع وانت واقف عليه كده؟ اقول له انت هتكون في الموت مش تاني، كنت بتقول له راوتر ريب، انا بقول له راوتر اوس بي اف وتكتب رقم وليكن واحد. ايه الرقم ده يا شباب؟ الرقم ده بيسموه بروسيس اي دي. طب الرقم ده له لازمه ولا اي لازمه؟ لو وقفت على الراوتر الاولاني قلت له راوتر اوس بي اف 1 وراوت، وجيت على الراوتر الثاني راوتر اوس بي اف 2 وراوت راوتر اوس بي اف 3 وراوت، الدنيا شغاله مفيش فيها اي مشكله يا محمد. في الغالب الشاهد الشائع ان الناس بتثبته على رقم واحد وتشتغل، انما تغيير ولا اي لازمه في اي حاجه يا احمد. طب واحد يقول لي طب يعني بص اي ده معمول ليه يعني؟ مش فاهم. هنقول مثلا ان عصام هقول انت المسؤول عن انك تعمل كونفجريشن ال 20 راوتر دول، اما سعيد هو المسؤول على انه يعمل ال 20 راوتر التانيين. انت الكود بتاعك عصام 10 وانت الكود بتاعك سعيد 20. ابدا الراوتر ده يشتغل، الراجل ده يشتغل، راوتر اوس بي اف 10، راوتر اوس بي اف 10، الراجل ده 20 20 20. لو انا بعمل تراك شوت وراهم لو في مشكله حصلت، ال 10 ده الكود ده بتاع مين؟ ده عصام هو اللي عمله، لا ده 20 سعيد هو اللي عمله، وفي الاخر اقدر اقول لك برضه هو رقم ما لهوش لازمه. سعيد ولا عصام احنا هنحل المشكله وخلاص. خدت بالك؟ يا عم احمد جرت العاده ان الناس بتثبته بواحد وخلاص. على كل الراوتر؟ على كله. ماشي كده؟ ساعة ما تقول له راوتر اوس بي اف 1 يقوم يفتح لك كونفج داش راوتر. خدوا بالكم بقى يا جماعه، في طريقتين لترويج الاوس بي اف، طريقه سهله وطريقه ايه؟ اسهل. تاخد مين الاول؟ السهلة ولا الاسهل؟ السهل. اقول لك يا حاج احمد، طريقه رخمه وطريقه سهله. طريقه رخمه شويه؟ هي مش رخمه، هو انت محتاج بصراحه الاثنين. بس خلينا نقول لك الايه؟ اللي بيقولوا عليها رخم، اللي بيقولوا عليها رخم. زي ما كنت بتعمل في الريب يا احمد، نتورك كذا، نتورك كذا. هنا انا عايز اقول له شوف الشبكه دي، عارف تقول له يا احمد؟ قول له نتورك. شوف الشبكه. والتي تبدا ب 1-9-2. اقول له الشبكه اللي هنا؟ صح كده؟ 1-6-8. هتمدوني يا رجاله. 1-6-2. اقول له الشبكه مش ها؟ مش الشبكه. الشبكه. 1-0. وبعد ما تكتب الشبكه يا عصام تكتب بعديها الوايلد كارد ماسك. ايه؟ في حاجه اسمها سبنت ماسك وفي حاجه اسمها الوايلد كارد ماسك. يعني ايه الفرق؟ بص يا سيدي، لو انا قلت لك السبنت ماسك بتاع شبكه مثلا 255-255-00، عارف الوايلد كارد ماسك يبقى عامل ايه؟ اقلب الوحيد عكس السبنت ماسك. الوايلد كارد ماسك عكس السبنت ماسك. اللي بالوحيد اصفار واصفار وحايد. 255 جيب كام واحد؟ فاكرين؟ صدمتك 8 وحايد. يبقى 0 كمان اصفار اللي هو 0 كبير كده. ودول 0 برضه. طب ودول 0 يبقوا كام؟ 8 اصفار يبقوا 8 وحايد. 255 ودول هم كمان 255. صعبه؟ سهله. طب حد شاطر يعرف يساعدني ان احنا نحسب الوايلد كارد ماسك بقى اللي هو سلاش 26 ده؟ ها؟ يبقى 6-2-1. طب استنى نكتبه جدع حسين. نكتبه ال 255 ده الاول، ال 26 ده عباره عن 255 ها؟ واحدين؟ واحد. والباقي ايه؟ احنا ده الصدر في مصر. الوالد كارد ماسك يبقى جامع عم احمد 0-0-0 واحدين 6-0 يبقى 0-0 ست وحايد. صح كده؟ حد يعرف يقول لي الست وحايد دول بكام؟ 252. ايه؟ 252.
الله عليه الجرب. كم؟ مهندسين يا رجال الله عليك اقول لك بص انتوا هو انا ممكن تحسبوها بطريقتكم اللي انا 254 ناقص 120 ناقص 64 اديني رقم في الاخر ما فيش ما بعرفش كم يا احمد 64 غلط 63 جدع هي دي 63 انت لو حسبتها بالطريقه اللي هي العاديه اللي هي التحويل من ثنائي لعشري تيجي معاك 63 بس انا اقول لك طريقه سريعه طريقه سريعه فاكر واحدين جنب بعض بكام؟ ثلاثة فالثلاث وحايد سبعة ثلاث وحايد بسبعة ديت اقول لك طريقه تجيبها منها لما تلاقي الوحايد ورا بعض كده مش دول ثلاث وحايد ثلاث وحايد اثنين اس ثلاثة بكام؟ ثلاثة شيل واحد طب أربعة وحايد أربعة وحايد ب 15 صح؟ 15 اثنين اس أربعة مش هم أربعة وحايد؟ اثنين اس أربعة وشيل واحد انت عندك كم واحد؟ ستة اثنين اس ستة بكام؟ شيل واحد ثلاثة اس فالوالد ده ماسك جامع حسين 0 0 0 3 اس الصعوبه بتاعت الطريقه دي في الوالد بتاعت ماسك لو انت معمول في سبريتنج ولا حاجه فمضطر انك تحسبه 0.0.0.63 وما تنساش ان الراوتر بتاعنا ده في اريا كام؟ اريا 0 ادي اول شبكه وسطها طويل حبتين بس سهل مش عم احنا رجعنا نرجع بس المسألة انا واقف على الراوتر راوتر اوس بي اف 1 انت نتورك وديله الشبكه دي اللي ده 0.0.0.0 الوقت ده مصر وقت 63 بعد ما تنساش اريا 0 طب الشبكه اللي على اليمين محد يساعدني ونجيبها نتورك 1 9 2 1 6 8 1 الشبكه دي كام؟ 64 طب الوقت ده مصر هتلاقيه برضه زيه لان 26 0.0.0.63 هي صعبة سهلة والله سهلة خد بقى طريقة أسهل منه دي طريقة سهلة خد الأسهل الأسهل بقى محمد هو الراجل ده فتح لك راوتر ودي أنا بحب بصراحة أشتغل بيها يعني تقوم تقول له إيه بقى؟ نتورك ودي أول مرة وآخر مرة أول مرة وآخر مرة هتكتب طيبين فتحة مش هتتكرر تاني خالص قول نتورك 1 9 2 1 6 8 1 1 طب الوالد كارد ماسك ايه؟ مش هشغل بالي بيه انا هديك طيبين فتحة والوالد كارد ماسك انا مش هشغل بالي بيه ممكن تقول له اريا طب الثانية تروح بالفتحة الثانية نتورك 1 9 2 1 6 8 1 65 انا اديته اي بي ايه؟ لازم اي بي الفتحة دي طب والوالد جاب مصر هات انت بقى 0 0 0 0 اريا 0 انا مش هشغل بالي دي طريقة ثانية يا باشمهندس دي طريقة ثانية ايوه دي طريقة ثانية ها انا هديله اي بي فتحه طب الوالد كارت مصر مش هقعد احسبه وهشغل بالي بيه انا هديك اي بي فتحه والوالد كارت مصر احسبه انت بس كده بس مش اي حاجه بس طبعا يعني بقول لك احسبه انت هي علميا الكلام ده مش صح كل ان انا احط زيرو في الوالد كارت مصر هنا بقول له ماتش على اي شبكه جنبك بدأ ب 192 ماتش تاني على ان الرقم التاني فيها يكون 160 ماتش على ان الرقم الثالث فيها يكون زي ما انا كنت بقول لك كده واحد انا هعمل لك هنا صفر معناها ان ايه؟
معناها كده ان الرقم ده واحد. ماتش ان الرقم الرابع يكون واحد، يقوم الراجل ده يشوف مين؟ يشوف الشاب اللي ياخده. انت معناها انك توصل ايه؟ خد بالك؟ انما لو انا عامل لك بص كده، عارف لو انا عامل لك كده 255 255 عارف دي معناها ايه؟ معناها شوف اي شبكه حواليك بادئه تقريبا كده صفر بدا ب 100 زي الرقم الاول مش ده الرقم الاولاني؟ بدا ب 100 الرقم الثاني ايه ده الرقم الثالث كون ان انا اكتب لك 255 معناها ان الرقم الثالث هنا اي دونت كير الرقم ده. انا مش منزلنيش بس انت اهم حاجه يكون بادئ ب 172 168 الرقم الثالث اي دونت كير كاتبوا لك واحد كاتبوا لك خمسه كاتبوا لك سته مش مشكله. الرقم الرابع دي اي دونت كير برضه الرقم الرابع هنا عارف دي معناها ايه؟ شوف اي شبكه السطر اللي انا كاتبه ده شوف اي شبكه حواليك بادئه ب 192 168 عارفين يحصل ايه يا شباب؟ شوف الشبكتين في سطر واحد بس انا مش عايزك تتعرض للنقطه. انا عايزك زي ما انا قلت الراجل بتاع سيسي ان ايه؟ فانا مش عايزك تتعمق في النقطه دي. زيرو زيرو معناها ايه بقى زيرو زيرو دي؟ شوف اي شبكه حواليك او انا هدي له مش ايه؟ هدي له اي بي الفتحه دي والوقت كده في مصر هاته انت. الواحد يقول طب ما هيجيبه هو منين بقى يا باشمهندس يعني؟ هيجيبه هو منين يعني صح؟ هو انت يا راجل يا طيب مش كنت دخلت على الفتحه دي وانت بتحط اي بي ادرس بتحط مصر؟ والمصري كان 26 يعني اخر 192 وانت اصلا حاطه على الاي بي ده فانت اصلا مديله مصر. الوالد كارد مصر هيقلب هيعكس السطر المصري صح كده؟ هيقدر يجيب الوالد كارد مصر بقى ولا لا؟ لما تقول له هات وانت هيجيبه صح كده؟ صح كده؟ سأل احمد اي بي فتحه واصفار اي بي فتحه واصفار ما تنساش يا زيرو. ما تيجي نعمل بقى الموضوع ده بشكل عملي عشان بقى انت بتوكل على الله. يا ريت تجيب لي شيشه بقى كده يا محمد محسن اي شيشه من الشيشات تتوجه ناحيتها كويس ولا محتاج انك تقرب لك؟ لا زي اللاب اللي قدامكم عصام زميلكم زي اللاب اللي قدامكم ده يا شباب الصوت لو سمحتوا لاب زي اللاب اللي قدامكم عصام زميلكم كان مراوته بالرب عصام كان مراوته بالرب فانا لو وقفت على اي راوتر دلوقتي خلينا اكبر الخط يا عصام عشان الناس تشوف لو انا وقفت على الراوتر زي الراوتر ده قلت له ايه؟ قلت له شو اي بي راوت شو اي بي راوت وريني الراوتنج تيبل كده شايف ملاحظين الشباب كده شايف الشبكات دي كلها ال 37 وال 39 وال 40 كل الشبكات دي وشايفها بايه؟ شايفها ب ارب شايفها بالرب. طب انا عايز الاوت بلوز بيف امسح الرب قال لك لا ما تمسحش الرب. طب تروح حضرتك ممكن تراوت وانت شغال راوت اوس بيف على طول. طب راوت ازاي اصلا كل ما قلت دي؟ قول له راوتر اوس بي اف 1 فتح لي راوتر او رايم نتورك يا محسن اقول له ها احسن طريقه ايه؟ نديله اي بي فتحه. اي بي الفتحه دي كام؟ 47001 نتورك 47001 0000 اريا 0 والنتورك الثانيه نتورك 38 0000 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
Router OSPF1 Network 38 اريز. ممكن تطلع بالسهم من فوق بس تمسح الاي بي وتحط الاي بي بتاع ايه 37. ملاحظين يا جماعه ظهر سطر ازاي؟ مجرد ما انت قلت له 38001
اصبح طبعا الفتحه دي على الراوتر دي فتحه دي لو انت اصبح مجرد ما انت كتبت له 38 اصبح الراجل ده عامل ايه بعت ده هلو فده بعت له هلو قال له خلاص يبقى انت شغال اصبح معايا خد الـ الـ خد الراوتنج تيبل بتاعتي او ال اس داتا بيز اللي عندك وانت هات لي اللي عندك. فملاحظين يا جماعه السطر اللي ظهر ده بقول لك ايه؟ ان النيبور 47001 اللي هو الراجل ده بعت لي اوز بي اف ادجيسنسي بعت لي الفول راوتنج تيبل بتاعته. خدت بال حضرتك؟ السطر ده معناه ان الراجل اللي جنبي فلان ده بعت لي الراوتنج تيبل بتاعه وبعت لي ال اس داتا بيز اللي عنده. فانت دلوقتي بتقول له نتورك كام بقى؟ نقول له نتورك 38 كان مبريكتد كام دلوقتي؟ اللي هي 37002 نتورك 37 37 خلاص كده؟ عرفنا دي عرفنا دي لسه 46001 فممكن اطلع برضه بالسهم من فوق واجي امسح انا كده الرقم مكتوب له 46001 خلاص خلصنا من ده؟ تعال على الراوتر ده هنعمل بقى احنا هنا بسرعه خلاص انت فهمت طب انا اقول لكم على حاجه ولا خليني اقول لك على حاجه دي في اخر راوتر دي نتورك 37 001 شوفوا شاف ايه؟ شاف مجرد ما راوت لي الراجل ده بعت له اللي عنده. لسه 39.1 و45.1 فنقول له بس احنا ممكن نمسح نقول 39.1 ونمسح نقول له برضه الشبكه 45.1 خلاص دي هات الراجل ده. صح كده يا شباب؟ لسه 41 شوفوا بعد الجيسنسي اهو 40 41 صح كده؟ وعندك 44 44 01 وتعال على الراوتر ده كمان انيبل كونفدي راوتر اس بي اف 1 طب اقول لكم على حاجه لو واحد شاطر يقول لي طب بص مش هقعد اقول له بقى نتورك كذا نتورك كذا انا عايز اقول له شوف كل الشبكات اللي حواليك عارف دلوقتي الشاطر يعملها ازاي؟ يقول له شوف نتورك كل الشبكات اللي حواليك، طب لو عندك كارد مصر. ايه ده مش زيرو. عارف دي معناها ايه؟ معناها اي دونت كير الرقم الاولاني ده ايه؟ صفر ولا اي دونت كير الرقم الثاني ده ايه؟ اي دونت كير الرقم الثالث ده ايه؟ اي دونت كير الرقم الرابع ده ايه؟ بس ما تنساش الله يكرمك اريا اريا زيرو اريا زيرو اه ملاحظين يا جماعه الراجل اللي جنبه بعت له الجيسنسي ها؟ قول لي هو اوت اوف اريا زيرو امال احنا قلنا ايه يا عم احمد؟ اريا زيرو كله في اريا زيرو يا عم احمد اه ماشي خلاص كنترول زد دلوقتي لو انا واقف انا واقف على الراوتر الاخراني خالص ده هل هقدر اشوف الشبكه 47 يا شباب؟ اه اقف على الراوتر الاخراني فانت قلت له شو اي بي راوت شو مكتوبه غلط الله شايفين يا جماعه الشبكه 47 متشافه بالماسك بتاعها بالماسك بتاعها خدت بال حضرتك وبالاس بي اف اللي الادمن ديستنس بتاعته
110 وال المترك طبعا حسب القانون اسمه 10 اس 8 على الباندويت بتاع اللين. طيب يجوا هلعب انا هلعب في الماسك بتاع الشبكه 47 يعني انا ممكن العب فيها اقول له انترفيس هي الفتحه دي كده فاست 0 زي 0 انترفيس فاست 0 زي 0 حرف اف هنا في مشكله اي بي ادريس كام يا شباب 47001 والماسك 255 0 مثلا يبقى كده الفتحه دي بقت سلاش كام سلاش 8 ولا سلاش 29 24 سلاش 24 صح كده تعالى بقى اقفل طبعا المفروض اي تغيير حصل المفروض الراجل ده بيبعت الراجل ده بتاعه ملاحظين ان الماسك بتاع السابق 47 كان سلاش كام سلاش 8 لو انت قلت له دلوقتي شويه كبيره قلت ملاحظ معايا حضرتك ان الماسك انبعت زي ما هو سلاش 24 مجرد ما تعمل اي تغيير التغيير ده بيتبعت على طول يبقى اذا البروتوكول ده كلاس فول ولا كلاس ليس؟ كلاس ليس. فاهمين حاجه يا شباب؟ فاهمين حاجه؟ خليني اوضحك اوريك حاجه برضو كده شويه معلومات كده ديباج في كومنت ظريف اسمه ديباج بس واحد يقول لا هي الاراضي اللي كانت موجوده بتاعت الريف راحت فين؟ اختفت؟ مش موجوده بس مش عارف هو هي موجوده موجوده طب واحد يقول لي ده الريف شغال على الراوتر اه شغال على كل الروابط في كوماند ظريف قوي اسمه شو اي بي بروتوكولز بيوريك البروتوكولات اللي شغاله على الراوتر فعلا اضغط انتر كده بيقول لك انا عندي بروتوكول شغال اسمه الريف والله شغال الادم ديستنس بتاعته 128 وعندي بروتوكول تاني اسمه اوسب اف 1 شغال الادم ديستنس بتاعته 110 خد بال حضرتك فالاثنين شغالين الاثنين شغالين طيب واحد يقول لي كانت حته كانت المفروض اعملها لك الحصه اللي فاتت هو الريب اللي بيبعت ابديتس كل 30 ثانيه او بيبعت ابديتس كل 30 ثانيه عايز اشوفها قول له ديباج اي بي ريب اعطيني تقريرا عما يفعله الريب ديباج اي بي ريب واتفرج على اللي هيحصل كل راوتر هيبعت ابديت هتلاقيها ظاهره كل 30 ثانيه تقول لك بص اتفرج كده ملاحظ معايا الريب شغال وعمال بيبعت الابديتس بتاعته شوف شوف الابديت شوف ده الراوتنج تيبل بيقول ان الشبكه دي تقدر توصل لها بمترك 2 الشبكه دي تقدر توصل لها بمترك بيبعت الراوتنج تيبل فعلا ده بيبعت خد بالك ودي استقبل حاجه اهو دلوقتي وتبص تلاقي كل 30 ثانيه يا اما يبعت يا اما يستقبل خد بال حضرتك وده اختناق لو انت شفت دلوقتي الدنيا شغاله اهي صح كده على فكره الديباج ده بيعوقك يعني لما تيجي تكتب اي معلومات بعد كده هتقول لي طب انا عايز اعمل شو اي بي انترفيس واكتب كلمه مثلا بريف وانت بتكتب هتبص تلاقي الابديتس لما يجي وقتها تقوم مبوظلك الكلام اللي انت كاتبه يعني استنى كده مثلا انا لسه هكتب اهو مثلا واتفرج على الابديت اللي هتيجي كمان شويه شوف هتعمل لنا ايه شوف ابديت جت طب الخلايا انا رحت كاتبه رحت فين؟ مضطر اضغط تاب مضطر اضغط تاب عشان اجيبه تاني تبص تلاقي ابديت جاي لك تانيه تقوم مبوظ لك الدنيا اقوم اعمل ايه؟ توقف الديباج اللي انت عملته ازاي؟ الديباج اللي انت عملته لو تحب توقفه بكوماند اسمه ان ديباج اول ان مسافه اول ان ديباج اول اختصار لان مسافه اول تقوم ضغط انتر يقول لك اول بوسيبل ديباجنج هاز بي انترنت اوف كل الديباج اللي انت بتعمله دلوقتي وقف طب واحد يقول لي طب يا باشمهندس بعد اذنك انا عايز اشوف الديباجنج بتاع الاوس بي اف اقول له ديباج اي بي اوس بي اف تمام انت عايز تفهم في ايفنتس ادجيسنس قول له ايفنتس كل حاجه ملاحظين طبعا اللي هيفضل شغال ما بين الرواتب الهلو بروتوكول يا جماعه هتلاقوا لي ايه؟ الهلو بروتوكول بصوا كده في هلو بروتوكول بيتبعت ريسيف هلو فروم 46111 طب الهلو دي بتتبعت كل قد ايه؟
كل 10 ثواني ولا كل 10 ثواني. ان شاء الله بقى هبكلمك في التايمز بتاعت الهالوج الحصه الجايه باذن الله. ملاحظين يا شباب الهالوج شغاله ليه؟ الهالوج شغاله عشان لو لينك وقع، لو لينك وقع يبدا الراجل التاني يفهم ان الراوتر التاني وقع. طب واحد يقول لي ثانيه واحده بقى يا عم، ثانيه واحده مش مهم كده. فكده ايه بقى؟ كده في كلام مش مظبوط. الريب كان كل 30 ثانيه عمال بيبعت راوتنج. طب ما انت عندك الهلو هنا بتبعت كل 10 ثواني. طب انت كده حضرتك حجم الهلو بالنسبه لحجم الراوتنج تيبل بتاع الريب كحجم النمله والسياره. يعني ده ولا حاجه. ده ولا حاجه. طب واحد يقول لي طب بعد اذنك بقى عايزين نوقف الهلو ده، عايزين نوقف الدباج من نقول له ان مسافه اول انتر وقف. فاهم حاجه يا راجل؟ طيب فاهمين حاجه يا شباب؟ يا ريت تعمل لي اللاب ده والي، واللاب ده انا هرسمه لك على السبوره، اللاب ده انا هعمله على السبوره. ف ده الواجب بتاعك واللي عايزك تفكر فيه. طبعا هنعمل بقى سبمتنج وشغل، انت بقى تقطع وتعمل براحتك. ف الواجب بتاعك اهو. اشوفه منكم ان شاء الله المره الجايه. ده الواجب بتاعك، لاحظوا ان انا بقى المره دي عامل سبمتنج. انا مقطع ثمانيات، لاحظوا ان الماسك اللي انا مستخدمه كله سلاش 29. يعني كل اي بي تحطه سواء على فتحه راوتر هنا او هنا او على جهاز كمبيوتر هيبقى ماسك 255 255 255 248، لان الماسك اخره سلاش 29. خد بالك من الحته دي، في صدمتك. فظبط حالك وانت بتكتب الايميلات هنا وهنا 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 وهنا. وطبعا اللاب ده معمول له سبنتنج، يبقى هيتراوج ببروتوكول كلاس فول ولا كلاس ليس؟ كلاس ليس. ازاي؟ اصبر يا فندم انت اخدته دلوقتي. يا ريت اشوفك المره الجايه وانت حالل الايه؟ الواجب ده. شكرا.